وخلال لقائه وزير قطاع الأعمال العام، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية التي توليها الدولة لمجالات الصناعات المعدنية المختلفة والتعدين والحراريات، وما يبذل من جهود في سبيل توفير الدعم اللازم لإكسابها الميزة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي. كما تابع رئيس الوزراء أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، واطلع على مشروع التطوير وإعادة الهيكلة الخاصة بعدد من الشركات.